يس زين. اليوم ان بوب هيلث، as you know pulp is a vital connective tissue which contain vascular nerve. It is exactly like any soft tissue. Zen? Gram substance, vascular, cellular tissue, من هاي الشغلات كليتها. It is a viscous connective tissue. الكاريز والبكتيريا will يعني affect adversely on the pulp. يعني هذه اعتيادي as any irritant. Also the restorative material, all the restorative materials, all the dental procedure effect on the pulp. يعني كلكم تعرفون احنا صحيح اخذنا الانامال الدنتين، دنتين بي سنسيشن، بس السنسيشن ثرو ذا يعني اودونتوبلاست بروسيس اللي هي تعبر ثرو ذا دنتينال تيوبيول، بس هي نوت امبيدد انسايد ذا دنتين. وايل the pulp tissue, the odontoplast, and other cellular tissue, vascular tissue, nerves embedded in the pulp tissue itself, and it emerge from the apical foramen. تجي من الأبيكال فورامين تروح للكنال بعدين بالpulp chamber. زين. Any irritant for the pulp will lead will cause inflammation. تعرفون زين any irritant مو شرط يعني البكتيريا، اذا عندنا heat cold ما ادري ايش كل تتاثر عليه. زين ف the first signs of يعني inflammation as you know هو pain. بس اللي يصير عندنا pain، pain for the of the pulp or the tooth it is greater than other soft tissue because it's surrounded by hard tissue. Hard tissue يعني it has limited expansion space for expansion. يعني أنا عندي مثلا هنا بالإيد أو بأي مكان soft tissue شي يصير عندي swelling. هذا swelling هو signs of the inflammation، بس هو بنفس الوقت يعطي relief للبين. تعرفون شلون؟ بي اكسبانشن شوي، في حين هنا البالب تشو ما عنده سبيس للاكسبانشن فيصير very painful. زين هنا عندنا سو افتر دو افتر دو يعني افتر اني دنتال بروسيجر افتر ميك cavity preparation زين هاي اللي احنا نسويها we should protect the pulp. Protect the pulp by material تعرفوها cement. زين بس هنا عندنا هنا يقول remaining dental thickness. No materials better than dentine protect the pulp. يعني as much as you conserve the remaining thickness of the dentin you gain better protection. يعني مو اني اجي هذه النقطه دائما نقولها يجي والله انا اريد اسوي هو المفروض هاي ترى ملاحظه ديرون بالكم بها بالامتحان انقص عليها كل شوية. زين هو المفروض انتو تيبيكال ايش قد 2 ملي صح لو لا تيبيكال ديب 0.5 for the cement and 1.5 for the amalgam. المفروض 2 ملي. بس هنا لها 2 ملي يعني تو كافيتي يعني عندي كيريز عندي تعرفون ال يعني الباث اوف ذا دنتين شلون اللي يصير مال هذه perpendicular يمشي toward the pulp toward the pulp تمام. فاحيانا سبوت او سبوت واحده اثنين ثلاثه
يجي شي يسوي ينجل لي اياه كليته والله شنو دا اسوي اني عدل دا تمام لو لا هذا دمرته التوث دمرته لان هذا اني الهيلث دنتين هو بروتكشن للبلط نفس الوقت لا تنزلون فقط بهاي النقطة تنزلون تنظفوها هذه النقطة نقطتين ثلاثة مو إشكال إلا إذا على قد حدث آخر بس هي إذا سبوتات لا تنزلون عليها أما تردون تسووها فلات هو وذا سمنت ترى دير بالكم هذه النقطة حاسبكم حالة حال إنه بعد أكو كيريز أو حالة حال الأكسبوجر يعني اعتبرها فشي رئيسي وأساسي يعني عادي يبقى هيك شوي متدرج متدرج ما متدرج ما لي علاقه اني يعني انتوا اول مره من تفتحون اسمعوني من تفتحون الكافيتي تتخيلون عندكم ملكه انتوا شلون تصرفون ويا حتى الكلاس 2 حتى الكلاس 1 شلون تصرفون تخيلوا نفسكم انتوا ملكان بغض النظر عن الكيريز ما لكم علاقه تفتحون كافيتي بريباريشن على البرنسيبل هي زين مو اني هوايه انطيهم ستارتنج هو فري فري شلو ما اشوفهم الا هالعرضاته والله كيريز اي فولو ذا كيريز يعني هسه قبل علينا تريدون تعبر هالشغله تمام لولا هذه ترى هالشغلات هذه انتوا دير بالكم اختياركم البير مو تجيبوا هو انيشال وتجيبوا لي بير ايش عرضاته ترى العرض مال البير الثيكنس كل شيء يأثر على شكل الكافيتي مالتكم زين اختاروا بير مضبوطه يعني زين ونيو بير رجاء نيو بير اريد وخصوصا يعني هي والسايز مالتها يعني انا عندي انتوا انا تعجبوني تجون الفشار هالعرضه تجون الراوند بير تشيلون السوفت كيريز يجيبوا لي هالقدوده يعني شيء عكس شيء الراوند بير اللي يشيل سوفت كيريز لازم تكون كبيره زين لارج اند شار كلش مهمه هذه بيها الشغله زين فهنا الحكي يعني شو اسمه اللي دا اقوله اعلمكم انه انتم تتخيلون انه هذا ملكه بعدين تصرفون ويا الكيريز تمشوا التو مليم يا ما لازم تو 2.5 كلش كلش 3 مليم مو تنزلوا لي 5 مليمات والله شنو دا اسوي عدل لا زين اسويها وبعدين اني ابدي امشي على النقاط هذه انظفها هو هذه الطريقه تدرسون ترجعون على محاضرات الثالث الـ Principle of Cavity Preparation الـ Converge الـ Diverge ترى كلاس 1 راح أحاسبكم على كل شيء بي. زين؟ أما تقولوا لي لا كيريز هو بي يبين كل شيء يبين زين؟ فهذه أنا أريدكم الملاحظة اللي تعالي فالريميننج يعني it is very important to leave the يعني healthy dentine كلش مهم زين طبعا ليش هو هنا لان هو طبعا هم تعرفون كل زين انه هو has an excellent buffering capability ويعني في هواي شغلات يعني هو هارد تشوي يعني اكيد احسن من السمنت واحسن من الجي اي سي واحسن من كل شيء زين كل ما انزل اني اكثر اني راح اخسر بروتكشن فهذه النقطة كلش مهمة زين الـ effect of the restorative material all the restorative material أول مرة الـ procedures الـ dental procedures effect on the pulp ليش؟ لأن أنا عندي heat generation كلش مهمة عندي friction هاي كلي تأثر على الـ pulp زين بس ما أريد لأن تعبت هنا to minimize the adverse effect of dental procedure انتو كلكم تعرفون هي احنا جدا نستعمل الروتر اذا التيرباين او الهاند بيس هذه الروتري كلها يعني lead to heat generation زين شنو الاشياء اني to minimize this adverse effect
طبعا من يصير انتوا هنا عندكم اي هيت يعني اكسبوزد هيت تو ذا بالب، شو يصير عندي؟ تبدي حالات الانفلاميشن واللي هي بالبدايه هايبرينيا تصير، ويصير بين فيري سيفير بين. انتوا هسه اي شويه مو راسا تصير الانفلاماتوري بروسس تبدي عندكم، زين هذا هم نفس الشيء. فشنو الاشياء اللي اني تو مينيمايز ذا افكت اوف ذا اوبرتيف بروسيجرز؟ هو فيرست اوف اول هو الووتر كول، يعني هذا الكولنت يعني ات از فيري امبورتنت تو يوز ووتر. اما اجي اني تيرباين يعني تدرون شو يصير بيه؟ التوث يحترق حرق، زين؟ فكلش مهم. والدليل انه تطلع الريحه مال الشعوار، يعني هذا ما اتوقع منه البيشنت راح يجيني ثاني يوم ميت من الالم، لان بدت الهايبريميا، هايبريميا بدا يعني يصير اكيد. فرجاء يعني انتم مو بس على مود الامتحان، الووتر يعني ونوبات، ولو يسوون معضله التربين دي ذب التربين، يعني الدنتست نوبات يسوي بدائل، زين؟ انت عندك بيشنت لازم تتصرف وما تاخره للبيشنت وما تاخر نفسك. موجود الووتر سرنج، هسه زميلي او زميلتي او اي طريقه يرشوني بالووتر سرنج مي على البير وتفض المشكله، بس مو تشتغلون وذاوت ووتر، كلش غلط، زين؟ هاي شغلة. الشغلة الثانية وي شود يوز لايت بريشر، هذه الشغلة هي البريشر اللي تستعملوه غالبا تصير شوكت لما عندي اني بلايند بير. البير ترى البيرات الموجودة ازيد من مرتين ما تفيد، خصوصا اني اذا عندي هيلثي توث شوية بعد انيشال كيريز، زين؟ فانتوا رجاء مرتين ثلاثه بعد ذبوها شمروها او عينوها فحصوها سووا لها اكزامينيشن للبير، يعني ما ايش قد حكيتوا انتوا بعدين. هسه صدقوني انتوا الاثنين اللي كل شيء ما جاوبتوا، شو اسمك مرتضى ولا بصفه؟ هسه مو دا تحجون؟ والله دا تصير هيجي يا ابني، روح ما ادري هالقد انتوا يعني شويه دا تحجون؟ زين؟ يعني اللي ينتبه على الحكي مالتي بالكويس يقدر يجاوب من الحكي، زين؟ كافي عبد الرحمن زين. هسه بالشغله يعني انه شو تسوون؟ تشوفوها باد كاتنج، فشو تسوون؟ بريشر، عبالكم هي بالبريشر، لا لازم استعمل لايت بريشر، لايت بريشر هي راسا الشيل. وحتى بالنسبه فلهذا اسوي الاكزامينيشن اذا اشوف الراس مالته محكوك او بلايند او شيء اذبها، راسا اذبها، زين؟ يلا والراوند بير كذلك اشوف السيريشن مالتها اذا بتلفان انظفها، الراوند بير شويه نظفوها، فرجه نظفوها، هاي كلها تاثر، زين؟ بعدين الشارب هاي قلناها وبريزرفيشن للتوب ستراكشر، وهاي نيو تكنولوجي اللي صارت ليزر ما ليزر هالشغلات هذه، بعدين اكو عندنا محاضره كامله على الليزر ان اوبراتيف دنتستري. الافكت اوف ريستوراتيف ماتيريالز، all the restorative materials has adverse effect on the pulp tissue either directly with heat generation or toxic effect من هالشغلات هذه، زين؟ او يعني indirect through the micro leakage، زين؟ اللي يصير كليتها يعني خصوصا هذني احنا عندنا السمنت عندي باودر والليكويد اغلبهن هن كيميكال كيور، لما دي يصير هالرياكشن شو يسوي عندي؟ هيت. لهذا لما انا عندي ديب كافيتي بريباريشن شو اسوي؟ اخلي دايكال بروتكشن، يلا اخلي السمنت، اوكي؟ وبعدين الامالجام. ف
فهي هذه ومعددتها بالمحاضرة الإفكت مالتها يعني الماتيريال كلها. هذه هنا أنا عندي شغلة الدايركت، هي طبعاً الأشياء اللي تأذي الزين. الإندايركت through the micro linkage. هسا إحنا هنا إياته. هذه through the micro linkage. اللي شيء اللي صار إحنا ليش أحياناً خصوصاً باللايت كيور كلش ندير بالنا عليه من على البوند زين، لأن any destruction for the bond شي يسوي يعني with the saliva طبعا موجودة مايكروفلورا بالسلايفة يصير عندي high ingress of the bacteria through the dentinal tubule تروح وين قبل للبرومة وتسوي لي مشكلة زين. لهذا ال for light cure very important to يعني take care when we use the bond. كلش مهم ال isolation ال dryness ال كل هذه الشغلات كلش مهمة زين. فهذه للرأس يعني من الدنتانال تيوبيول قبل تعرفون اكو كونكشن بيناتهم خوش. هذا بالإضافة إلى قلنا الشغلات مال الهيت جنريشن أو مسائل زين. هسه هنا أنا عندي الـ 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 بالنسبة للأمالجا بالنسبة للآن هاي حكينا اللايت كيور شلون يصير احنا عندي المايكرو لينكج. الامالجم دائما احنا نقول بريفير فور ذا بوستيريور فيلنج بريفير امالجم اون ذا لايت كيور. ليش؟ لان هي شغلت هي هذه كمان يصير كوراشن بيها وبعدين تنزل بالليكج هاي صحيح. يعني هو شنو اللي دا يصير هاني عندي؟ الامالجام هي after setting then all the materials then after setting يصير فيها contraction shrinkage. هل shrinkage راح يسوي لي هل gap زين؟ فيصير عندي هل micro linkage. من ضمنها عندي أنا شنو light cure. light cure without bond اعتبروه هيجي تلف. بس اللي دا يصير شنو أنا عندي البوند لان البوند يعني الشركج مالته توورد ذا وول فيسوي سير اذا استعمله اني مضبوط يسوي لي فيري جود سيرنج. هواي يجون يقولوا لي دكتور اخلي هذا لايت كيور اسوي ما اقبل بوستيريور. ليش؟ لان هي سنسيتيف بروسيجر يعني مأساة أنا إذا ما أضبط اللايت كيور أو إذا شوية سلايفة عليه وجه. أأمن شيء إنه نسوي أمالجام وخصوصا إذا إحنا عندنا مرجع بلحج وخصوصا إذا عندي أنا كلاس 2 عندي بروكسيما لأن صعبة ينضبط زين. لأن هي بها خاصية الكروجين يعني ما تحتاج لها أصلا لا سيلر لا فارنش كل ما هنالك. إذا صار بين يصير بين أول يومين ثلاثة عند البيشن لأن صار كونتراكشن هل شرينكج هذا وبدأ يصير مايكرو ليكج زين. بس شوفه ورا يومين ثلاثة الكوروجين راح يسده وتروح تماما ريليف يصير عندي بالشغلة خوش. فهي هنا أنا عندي ال عندي type of lining type of lining first of all السيلر. السيلر مصطلح دائما أخليه اللي هو عندي liquefied material مواد تسيح كلش fluid يعني زين تصير يعني less than 0.5 0.1 0.2 thickness مالته تعرفوش قد يكون خفيف زين. السيلر عندي تو تايب فارنش واللي هو البوند نفسه الادهيزف
سيلا. زين الفارنش شنو هو؟ الفارنش هو عبارة عن طبعا انتو هسه مدى تستعملوه، نستعمل هذا الفارنش بس ويا الامالجام، ما يصير استعمله ويا اللايت كيور. هو عبارة عن رزن، رزن وذ يعني هنا شنو وذ ايثر وذ اسيتون، بحيث استعمله بينت ذا وول، نستعمله غالبا للامالجام حتى تو بريفين ذا بوست اوبراتيف سنسيشن، نستعمله بينتينج للوول اعوفه فد دقيقه اقل من دقيقه، ايفابوريشن يصير للكحول اللي موجوده والاسيتون، راح يبقى شنو؟ راح يبقى عندي اني الرزن اللي عليه بس يخلي، بس هذا الفارنش ورا فتره يصير بي دي جنريشن، فتره قليله كلش قليله يعني اسبوع اسبوعين، انا عندي وقت هذا يبدي يصير الكوروجن. زين هذا فائدته، اما اذا استعمله ويا اللايت كيور ما يفيد نهائيا، لان هو اعتيادي هذا رزن وذاك رزن ويصير عندك يعني هو والماكسون. زين ليش الحكي؟ زين هذا الفارنش شنو فرقه بينه؟ في حين انا عندي الاديزف سيلر، اديزف سيلر اقدر استعمله للامالجام واقدر استعمله لللايت كيور، لان هو هذا المنجس رزن بي اللي هي مع عمينه اللي اخذناه بوقت البوندينج، وبعدين لايت كيور راح يصير سد وكل شيء تالي نستعمله فور ذا لايت كيور، وفور ذا امالجام همينه المساله اعتياديه، يعني انتم حتى تقدرون تستعملون الامالجام. اوكي؟ هذا هو بالنسبه للسيلا. التايب الثاني اوف ذا لايننج احنا عندنا شوفوا مصطلحين اللي هو اللاينر والبيس. اللاينر اللي هو سب بيس اللي هو امثال الدايكا اللي اقل من 0.5 0.3 بيجي. زين ذاك السيلر بعد اقل عباره عن ليكويد، هذا الدايكال انتم شايفين الكونسستنسي مالته سب بيز نستعمله، اما بالنسبه للبيز فهو 0.5 الثيكنس مالته هو ينطيني البلكنس اوف ذا لايننج. فهذه المصطلحات دير بالكم عليها لان يعني ام سي كيو تجي. انتم كل اللي تسموه لايننج لا هو السمنت بيز والدايكال لاينر والسيلر الفارنش هو سيلر، ثلاث مصطلحات هي. اكو ملاحظات هذه مهمه تلاحظوها يعني هنا أنا بالنسبه اذا عندي انا زنك اوكسايد وجنول، ولو انتم دا تستعملون هسه حاليا زنك فوسفيت وجنول، لا حد يحكي رجاء، بس اكو زنك فوسف زنك اوكسيد يوجينول، هذا ابطل ما اشرح لكم. من دا يحكي يعني مثل الاطفال، لو اجيب هنا انا يقعد لي ورا حتى يبين لو انا لازم موقف، يا مو حكي كل اللي داصل مالت عياده يفيدكم، انا مو مالت محاضره ودرس ونقراها وش اسمه، ودا احاول حتى من دا اشرح لكم الاشياء اللي دا تفيدكم السريريه اللي تفيدكم بالعياده على مود لف وجوه. مهم انا اسمع هسه ليش يعني ساكتين؟ زنك اوكسيد يوجينول هسه شوفوه خصوصا من يعني احنا هسه اللي جايبيها الوجبه زنك فوسفيت زنك فوسفيت زنك فوسفيت سمنت زنك فوسفيت سمنت،
هذه تكون هي هذه بين ال لا زنك فوسفيت سمنت هذا اللي انتم تستعملوه اي هاي اللي انتم تستعملوها سيتي اف شنو هي لا ردي ميت ها هاي ملاحظه ذكرت الردي ميت انا بدي اسالكم سؤال يصير نستعمله تي اف فور فايتال تيشو فور فايتال تور سوي له هو يموت البلط ليش يموت البلط من يعرف لا صار بيسد لا عند توكسيك كونترا انديكيتد فور فايتال تو الريديميد ليش ترى توكسيك احتمال بليدنج وما لا انتو شايفين الريديميد عباره عن بيست زين بس تخلوه ورا فتره يصير ست سالين نفسكم شلون صار ست شنو الاكسنت زين الطبقه اللي صايره على السلايفه الاكسبوز فور ذا سلايفه صارت زين الانترنال لاير الفلويد من الدنتين معناته راح يسحب لي الفلويد من الدنتين راح معناته راح يصير عندي هايبريميا يعني يتاذى التوث كلش فلهذا كونترا انديكيتد فور ذا فايتال جست فور نون فايتال زين هذه بالنسبه للرديمي زنك اوكسيد يوجينول وعندي زنك فوسفيت سيمنت زنك اوكسيد يوجينول استعملها از تي اف زين بس هي ما يصير اني اخليها يصير اخليها از ابيز لا لا ليش لا هو الزنك فوسفيت سيمنت هو الاسيد زين بالعكس هو زنك اوكسيد يوجينول ريليف للفاز لا ابني الكومبرسيف سترينث مالتها كلش ضعيف واي اقل هنا انا كاتبتها انه هي 165 زين بينما ذاك 400 زين فشوفوا الفرق فحتى يتحمل الكومبرشن زين ها عيني بوليكاربوكسيليت هذا بوليكاربوكسيليت بين البوليكاربوكسيليت هو من يعني شلون مو جماعة الجي اي سي البولي اكريليك اسيد الليكويد مالته مو الباودر في حين عندنا جي اي سي الجي اي سي الليكويد مالته بولي اكريليك اسيد also زين بس الباودر يختلف زين بس مو الزنك فوسفيت سمنت الليكويد مالته شنو فوسفوريك اسيد زين هي هذه الجسمة بس هنا عندنا بالديب كافيتي ايش استعمل افضل بوليكاربوكسيليت لو استعمل زنك فوسفيت سمنت فور ديب كافيتي بوليكاربوكسيليت ليش السترينث مالته اقوى من هاي دكتورة ليش تحسس البالب؟ أسيد بارتيكل مالته صغير أصغر من حجمه. هذا الحكي الصحيح. البارتيكل مالت الفوسفوريك أسيد أصغر من البوليكاربوكسيليت. زين؟ فالبوليكاربوليك أسيد والجي آي سي إنديكيتد فور ديب كافيتي بتر. زين؟ ها؟ أي لا نفس العزل. نفس الحسبيه زين اندرنيث مثلا عندي اني الجسمه اريد استعمل بوستيرير فلنج اريد استعمل لها بيس واني دا اريد اسوي كومبوزيت ايش افضل استعمل الفوسفوريك از الفوسفوريك سيمنت والله زين فوسفيت سيمنت لو الجي اي سي يا الافضل جي اي سي ليش اذا كيف اعدل التفاعل مال الجسم مال الكومبوزيت يقلل الريتينشن يقلل الريتينشن ليش كل زين ليش يقلل الريتينشن يعني منو ازيد بالجلازما اكثر اكثر ليش كيميكال بوند طبقه رقيقه لان كيميكال بوند انا دا اخليها البلبل فلور البلبل فلور
يعني فت سيرفيس اريا كلش يعني انا اعتمادي بالكومبوزيت على السيرفيس اريا زين احتاج البوند فانا من اخلي هو نوت كونترا انديكيتد الزنك فوسفيت سمنت underneath the composite but it we will lose the bond retention زين فاي من قوة زين فهذه أنا في المنطقة كلش رح أخسرها زين underneath the composite يصير أنا أخلي زنك أوكسيديجينول يعني أجي أنا عندي زنك أوكسيديجينول واجي اشيلها بقي بارت من عده واجي اخلي كومبوزيت يصير لا ما يصير ليش؟ يمنع البوليمرايزيشن اوف كومبوزيت خلي البوليمرايزيشن اوف زين هاي من الثالث مو صحيح؟ هي كل دماغ فيها بالثالث بس هي اعاده فهاي الملاحظات مهمه وتفيدكم بال شو اسمه كلش هوايه الثيوري اوف ذا بير اي دكتور نجي على الثيوري اوف ذا بير شلون دا يصير البير اللي دا يجي من الدنتال ماتيريالز نفسه شلون دا يصير تو ثيوري ايضا هي اللي ثمر شوك ثيوري اللي هو يصير عندي مثلا الامالجام ليش الحكي صار شلون دا يصير عندي هي امالجام متل اعتيادي راح توصل مو صحيح لو لا يعني دايركت يعني كونكشن راح يصير دايركت افكت توصيل لهذا انا ايش اخلي البيز از انسوليت خوش حتى يقل من عدل يقل العالي زين اذا هي هذه النظريه اقول لك اذا هي هذه النظريه صحيحه انا ليش لو فرضنا استعملت الكومبوزيت هم يصير عندي زين فهذه شويه النظريه اضعف صارت شلون ما تقبليها اكثر شلون؟ ما تقبليها هو هاي ايه ليش؟ هي ليش مو كلش؟ اولا انا دا اخلي سوليتر يعني اندرنيث يعني ماده الفيلم امالجام بس مع هذا عندي دا يصير الثيوري الثانية اللي هي كلش اسمها اللي هي هايدرو دايناميك ثيوري هي هذه أكثر اللي تكون إنه هي من يصير عندي الكونتراكشن أو الشرينكج زين اللي يصير عندي إنه هو إذا مثلا شربت ماي بارد هذا شنو راح يصير مايكرو ليكج الماء it will emerge through the dentinal tubule يوصل إلى ما الى البامب ويسوي ستيميوليشن ويبدا عندي البين وعشره فهي هذه يعني مجمل النظريه الهايدروداينامكس احنا الليكج او الجاب مو عوضناه بالكومبوز قلنا يصير كروجن ويقل الجاب بالكومبوزيت هي فعلا زين هم يبقى ليكج بعد انت ورا 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 اسبوعين يروح البين من الامالجام بالبدايه صار ليش صار لان اكو مايكروليكيج بعدها ما صار زين يعني بعدين الحين انت من تسوي لايت كيور ومضبوط ما يصير عندك بين نهائيا ما يصير عندك اي سنسيشن ليش؟ لان حتى لو كان ديب حتى لو كان ديب دكتوره حتى لو كان بس لا اذا انا عندي ديب مو هي هذه عمينا تفرق اذا انا عندي ديب لازم اخلي بروتكشن البروتكشن بالنسبة لللايت كيور هو شغلتين عندي السب لاينر والبوند نفسه بروتكشن ليش؟ لأن البوند ايش دي يصير؟ أنا من دا أسوي لللايت كيور سيل ذا دنتينال تيوب بعد وين يروح؟ وين تمام لو لا؟ ما راح يسمح للفلويد تو انتر ذا دنتينال تيوب ويسوي لي هذه المشكلة فهي يعني صراحة إنه هو حكي هواية وجسمه بس يعني داريد أوصلكم إياها كفكرة تفيدكم بالعمل شلون عيني؟ بيش بالكومبوزيت؟ يعني كومبوزيت منو قال لك هذي البيس؟ أنا البيس للأمالجام للأمالجام وفور بوستيريال فقط
or posterior. بس هو عاني للانتيريور، يعني نوبات تقولون هو إذا كل جديد أصل الانتيريور حتى ما يحتاج الدايكا إذا يعني شلو أو شويونة يعني وسط الديف مالته زين، إلا إذا ديب وشايني بال أخلي دايكا فوق. اعتمادي على البون تو سيل ذا دينتالوجي يقولوا تدير مشكلة، يعني ما عندي فد مشكلة زين. أكو سؤال؟ أي سؤال؟ أكو فد نقطة ثانية هاي نفسها الحكي البروبلم الصير with aging بالنسبة للبلط أمينة نشوفه دائما شي يصير أتروفي بلطي تمام؟ هل أتروفي هذه منين اللي وين يصير دائما؟ توورد ابيكال، توورد ابيكال يعني ينزل توورد ابيكال، يعني عندي من الاكلوجن للسيرفايكال مو بالعكس زين. ليش ايش يصير؟ سكندري دنتير كل زين تصير بيه هذه السيلولار تشو وذ ايج همينه تقل. لهذا عندنا الشغلات مال الدايركت والاندايركت كابينج البروجنوسيس مالتها بالاولد ايج اضعف من ال يعني هذه والستون همينة احتمالية تزيد والكالسيفايد كنال كل تصير. لا شاب يعني بهذا.